السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا تكبراتشو يا تورداتشو يا أفريكا تلفزيون تملكاتوش دمنا اللاتشو. إنه إفطار ساعات مدارش عن تكترو نفساتشو لإفطار نتغاقوا أسوين من نازجاجو يا كريميلاند يا مقبزك جس بروغراماتشن إنه زاري مولنا أنت مدرسون كترال زاري دمو أبيتاتشو سكمي زجاجو نغروش محكل ليرانيون من الوقت لكتماتشنم دي هاقراتشنم عديسي هونون سموزي بول عبرن من نازجاج جنامي هنا مالتنا برنامجون سكام فت سمدرس عبرا تشون تقيو يجا بس كاتشو بس جا قط أمي عند ملك لاسال فود دانوي غدي رمضان نو وقتو رمضان بتشا باي هون كوان لما نيوم يهو تاتشن كفلاي كسوش جار عفوا مبابال وستاتشن وست الناس كمتون كيامي مفتاح في نور بنا بيجي إمرتي مسألة فور دانهم يعني بتأمل متفونة جنبه من البات لباتشين أست عند يهونة قاتر ونجار يزن من سرعة شو سرعة شلو حسيت هاي ستونم دس هاي ستونم من فساتشن يثرب بشنهم يهونونا من البات بتأمل لأنك أيام من نشلو عند سو بيجي يعني بهوتي مسبو بعد الله نبي رسول عليه الصلاة والسلام دمبرلا يالله فين سو خلنا نفكر هذا وش قالون سو عفو بالنيل ملك عمنو بياس بالون عفو مبابال تلك تكمل الله نجارنا القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم إهن تكبروا يا سايون ما لسنا من البات رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الله شو كلمة أبات شو نجار يلك بعد الله قال وين لمو بعد الله لا يدمر ميعرف سووش لين برا قط أشوا ميعيلو أميك أيام وسما لسنا سلزي بنفسات شلاي لين متو نجاروش إهن نجار تشكمن بان موت رونو من البات يتك أيام نوسو مسلم وندم ماتشن ليهون يشتغل يا مسلم وندم ماتشن جنة مغبات يفعل قال إنيام جنة مغبات يفعل قال هو لا تاتشن يتك أيام إنجن يتك أيام مسوي جنة لا عند لا عندي تسوى سبعة لون مس تاتشن تيجو هو لا تاتشن معفو توابلا جنة لا عبرن بن سبع سبت رونو يا إنيا هاجر تاتشن دنيا على لاتشن دنيا كندا من غير إنيا هون من ألف بات إنترنتشنا بزيش من قال لي لايك مكأمو منامنو منام من قال لي عندما يقعد من كفاتو تشين الناس واتشوا لنا ولا يقول زور يار رجل من قال تشين بالنهيد بتأمل كامنو زيو الدنيا اللي بتشا بتشكل ميفلك صانو بتأم نكرار في لاي بتأم انت لاي يا الدنيا قد ديوش لاي انت اللي ميار رجل قلنا ما جن تصفى ميار رجل صوجن زيو الدنيا اللي مفتاروك الا نقول تشين ولا يقول ميار رجل صلا زي بتشعل متل بعد الله نبى رسول عليه الصلاة والسلام دمبر لاي دمبر خالف بن سوتشي عفون بابان بالله نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ليرمو دمبر خالف بن سوتش دمو كالو النسلم وده ملك هم من قد اندي مرو دعوة مرة إلى من بعد تام يتهدر إنه لما رت أودار لهن غريه دا إيار لهن بعد أم بزونا غير من ناجر يشال بزير سقط دعاي لزاريكن أني بعد أم ما كون نجر نو لا سياح شو مودو اسمو زي بقول نازجا جالم بيا شالون اللي تاچون بعد أم بركات اسمو زي بقولو شالون በተለያየ ፍሌቨሮች ምዘጋጁ ባምቤሪ ይባላል ፒናንጎም ይባላል አሁን ደግሞ ምናልባት ትሮፒካል ይባላል ብዙ አይነት አሉ። ለዛሬ ማዘጋጅላችሁ ፒናና የሚባለው ነው። ፒናና ቤዞቹ ፒናት በተርና ባናናቸው በእነሱ ቤዝ ተርጎም የሚዘጋጅ ጣፋጭ እና በጣም ሪፍሬሽን ያደርግ አሪፍ ጣፋጭ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የተዘጋጁ እንትኖች አሉኝ ሬሲፒዎች አሉኝ እነሱን በተወሰነ ደረጃ ለማብራራት ሞክራለሁ ይሄ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፍሮዝን ባናና አለ ወይ ደግሞ በጣም በረዶ የሆነ የቀዘቀዘ እንትን አለኝ ባናና አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ፒናት በተር አለኝ ወይም የለውዝ ቅቤ ማለት ነው። ወተት አለ ስኳር አለ ሮልድ ኦት አለኝ ማለት ነው። እነዚህን አንድ ላይ አዋህደን በጣም ጣፋጭ ሆነ እና ደስ የሚል ጣዕም ያለው ነገር እናዘጋጃለን ማለት ነው። አብራችሁን እየተከታተላችሁን ቆዩ። ምናልባት እዚህ ጋር ያለው ነገር አሁን አብሮ ሚክስ የሚሆን ነገር ስላልሆነ በትንሹ ልንገራችሁ። ግራኖላ ይባላል ቤታችን ውስጥ ነው እናዘጋጀው። በጣም ለጤንነት ተስማሚና አሪፍ ነገር ነው ግራኖላ። ሲበላም ይጣፍጣል ግን ይሄ የሰውነትን እንትን የሚረብሽ አይደለም። ለምሳሌ ስኳር በጣም ብዙ ለማይፈልግ ሰው ስኳር ጋር ብዙ ግንኙነት የለው ነገር ነውና እሱን አዘጋጅተናል ማለት ነው። ስለዚህ አብራችሁን እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁኝ። መልካም ቆይታ ይሁንልን። መፍጫ ማሽኔን አዘጋጅቻለሁኝ። ማሽናችን እንግዲህ ኮሜርሻል ብሊንደር ይባላል። እያንዳንዱን ፍሮዝን ነገሮች የመፍጨት አቅም ያለው መፍጫ ነው። ስለዚህ ባናናችንን እናስገባለን። ፍሮዝን ባናናዎቹን ሮልዶቱን እናስገባለን።
بينات بترون ناسك بالن عند تيست يتوسن سكر ناسك بالن وتفتشن ناسك بالن مالتنا أزيغا غرانولا بيجيك أدم مسيلي نجار كواتشو لا توبينج نت من التك أما من نجار جار بتنو وين دمو كج كمتر شالاي مقباتشن انداكر عيثن انداكرن أفتون دمبلاو نديجا بزن كلا نارا قوالم ما رثنو غرانولا بيتاتشن لاي أزيغا استنو من الوقت كبونا كشاي جار ما ورد نتك أما من شلالن سلازي بيتاتشن ما زيغا استن شلالن كثر أيو ي نوت عينو توش كأوتنا كمار كما تعرفت أنا قرر جميز زكاة جنوم ما لسنو سلزين دسو بيجنات وهرام من الجل الجري هنا ما لسنو هون يزكاة جوت الميكس عبري أفتح وعده ما لسنو عندي اسمه زي بولات شندرسو سر بدل نارا قط زكاة تنا ما لسنو أنا تعبت مركو وفر بلو نتول هذه ملكو توبينج لاي هذا كمانوال يتو سانو رمو بانانا وچن زيغا اند توبينج نت نتاكمات شوالن ساي توصلنا دمو مار نارا قلم ما رثنو قدي لدم بنو تشاتشن اسمو زي بوليو كورا الصوص كزو الصوم ياستك من نقرنو لازي ملكو عزقاش تنال ما رثنو اسمو زي بول انقدي بعد قدس هاقرات لاي በጣም ተፈላጊ ከሆኑ ዲዘርቶች መካከል አንደኛው ነው ምናልባትም በጣም ውድ ከሚባሉት ዲዘርቶች መካከል አንደኛው ነው ሀገራችን ላይ ገና እየተለመደ ወይ ደግሞ ለማስተመድ እየመከርን ያለነው ነገር ስለሆነ እንግዲህ እንድትለምዱት ኮዲሁ መልካችን እናስተላልፋለን በጣም ብዙ አይነት እንትኖች አሉ ፍሌቨሮች አሉ ከፍሌቨሮቻችን መካከል እንግዲህ ለዛሬ ፒናና ሚሊዮን ሰርተናል ማለት ነው በቀጣይ በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ድረስ ኮዲሁ መሰናበታችሁ ነው ሪያል አብዱል ጀባር ነበርኩኝ አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁኝ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته روزي نعم دي